اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي استاذه نهاده ابو القمصان، محاميه بالنقد ورئيس المركز المصري لحقوق المراه، وهبه حسن محمود اخصائيه تنميه اداريه ووالده الطفلتين جنى وحنين اللي تعرضوا للخطف. وهبتدي بيكي استاذه هبه، ماذا احكي لنا ايه اللي حصل في الفيديو ده، واحكي لنا قصه الطلاق، وهل كان الطلاق بالتراضي، ايه الوضع، ايه العلاقه مع الاب، ايه القصه؟ في الحقيقة العلاقة من البداية ما كانتش، كان كلها عنف زي ما شفنا في الفيديو. بس طبعا أنا يعني يمكن يعني ما كنتش عمري ما فكرت إن أنا أطلع وأتكلم عن مشكلتنا اللي بنعاني منها بقالنا سنين، إلا لما حصل الموقف الإجرامي اللي أنا شايفاه ومش قادرة أتخيله. إن البنات يعني عانت في لحظات كانت ممكن فعلا تفقد حياتها بسبب الأب وتخطيطه الإجرامي اللي حصل مع البنات. عندك بنتين، قولي لي اعمارهم كام؟ جنى عندها 14 سنه وحنين 11 سنه. طيب الطلاق تم يعني كان في خلافات، تم بسهوله؟ لا ما كانش بسهوله خالص. انا قعدت 4 سنين معلقه، بعدها قعدنا في اتفاق واتطلقت بالابراء، وبعدها خطفهم على طول. بالابراء؟ خطفهم على طول بعدها. قبل الخطف احنا كان طلقنا بيصرف على الولاد 2016. ولا لأ؟ كان بيبعت بس كان مبلغ تافه جدا وما كناش نعرف عنه اي حاجه خالص. يعني الزوج او ابو البنات قعدنا بيشتغل؟ 4 سنين ما نعرفش عنه اي حاجه، هو فين، بيشتغل ايه. هو كان نزل مصر بفيزا حره وكان بيشتغل بره، ونزل مصر بفيزا حره وبعدين رجع تاني. يعني نزل نهائي وبعدين راح تاني بفيزا حره. طيب احكي لي القصة بقى، هو كان جاي يزور البنات ولا ايه بالظبط؟ بيشوفهم اصلا ولا ما بيشوفهمش؟ هو من بعد الطلاق في 2000، الطلاق حصل في 2016. 2017 كانت اول وقعة خطف للبنتين. ده كان في وقعة قبلها. ما هو عشان كده بقول لحضرتك احنا مش اول مرة نتعرض لده، لكن احنا وصلنا لمستوى اجرامي مش عادي الحقيقة. يعني ايه الوقعة الاولى؟ الواقعة الأولى كانت في 2017، قعدنا مع بعض بعد غياب فترة طويلة ما نعرفش عنه حاجة، ولما اتطلقنا في القعدة اللي بقول لحضرتك عليها اتفقنا إن البنات هتروح تبات معاه وهيرجعوا. كان وقت دراستهم، يعني كان في امتحانات كمان ترم في الوقت ده. فوجئت إنه بعت لي رسالة، أنا خدت البنات وسافرت. فيعني مش عارفه اقول احساس اصلا ام انها تستقبل حاجه زي كده من اب اصلا ما كانش مسؤول طول الوقت ده او 4 سنين ان انا اكون معلقه، وبعدين فجاه الاقي بناتي اتاخدوا مني بالانتزاع ده فجاه، والاقيهم في بلد تانية والبنت عندها 5 سنين ما كانتش تعرف اصلا باباها ولا شكله ايه اللي هي معاه دلوقتي. كانت كل ما تشوف اي حد من اهلنا تقول له انت بابا، ما تعرفش شكله. ده حقيقي فعلا حصل. بعدها البنات سافر فعلا بالبنات؟ فعلا سافر بالبنات البنتين 8 سنين و5 سنين كانوا وقتها في 2017. البنات قعدت 4 سنين يعني اتمرمطت بكل الطرق بكل المعاني، اتبهدلت عشان احاول اجيبهم ارجعهم، ولا عرفت اعمل اي حاجه خالص. طول ال4 سنين دي كنت بتشوفي البنات وبتكلميهم كنا بنتكلم على فترات، لكن طبعا مش ام. هم راحوا عاشوا مع مرات اب، اتبهدلوا، تعاملوا بمنتهى القسوه. انا كل ده انا كنت اعرفه الا لما رجعوا. يعني انا كنت متخيله انه تاقلموا على الحياه، لكن انا بعاني طبعا من ان هم اتاخدوا برضو بالطريقه دي، وان انا مش عارفه اكون ام، وان هم يتفاجئوا انهم يعيشوا مع مرات اب فجاه كده في حياتهم. طبعا كانت ماساه، 4 سنين ماساه بمعنى الكلمه. رجعوا لك ازاي بقى؟ نزلوا هنا مصر وجالي على طبعا ما اعرفش برضو، وكانوا هم طول الوقت في حيل، طول الوقت اسلوبهم فيه حيل حيل حيل. عرفت برساله كده على الفيسبوك فيك اكاونت، قالوا لي ده بناتك موجودين في مصر. فعلا حمشيت في الاجراءات، عرفت ان هم موجودين واستلمتهم بالنيابه. البنات في سن الحضانه ومن حقهم يعيشوا مع امهم. وطول 4 سنين دول ما رجعوش اجازه ولا مره مصر؟ ولا مره. هي هو اضطر ينزلها لان البنت كانت بتعمل عمليه هنا في مصر، وكمان يعني شوفي المأساة قد ايه، انها تروح تعمل عمليه ولا امها معاها ولا ابوها معاها، وقاعده مع مرات ابوها واهل مرات ابوها. يعني كاحساسي انا كأم لما بنتي تحكي لي كده بعد 4 سنين انها تجيلي،
تقول يا ماما انا كنت بعمل عمليه وانا بحلم بيها. على فكره الوقت ده كنت بحلم بيها في اوضه عمليات يعني، وشايفاها هي مش شايفه اختها. بعد 4 سنين قدرتي ان انت ترجعيهم راحوا بالنيابة. حاولوا يسافروا، كان معمول ساعتها منع سفر. منع سفر. نزلوا مصر وجات لي الرساله دي وتحريت واخدتهم فعلا بالنيابه. منع سفر الاولاني هو اللي رجع الولاد. ايوه. بعدها من اول يوم البنات رجعت انا ما تخيلتش ان ده ممكن يحصل تاني. خلاص بقى احنا مش معقول هنفضل عايشين كده. البنات كل يوم تهديد، كانوا بيكلموا مرات ابوهم على فكره في الوقت ده، وكانوا بيكلموا باباهم وفي تواصل. انا مش عايزه امنع ولا عايزه اعمل اي حاجه زي كده، دول عاشوا معاه فتره وهو ابوهم كانوا بيتكلموا معاه. فوجئت انه على زوم بيبعت لهم مفتاح الشقه فين؟ جدتكم بتحطوه فين؟ ال 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 مرات ابوه كمان، مرات ابوهم كمان تقول لهم اللوكيشن، ابعتوه من غير ما ماما تاخد بالها. البنات ابتدوا يحسوا برعب بقت، فابتدوا طبعا لما شافوني طمنوا. اول حاجه بنتي قالتها لي لما شافتني بتقول يا ماما انا كانوا مكرهيني فيكي، واول ما شفتك يا ماما انا حسيت بالحب والامان. جات البنت اول ما قالوا لها الرساله دي جابت قلبها، كنت حاسه انه هيطلع من الخوف وشها ده اتلون، بقت بتقول يا ماما بابا بيقول كذا. عرفت ان لسه في نيه خطف تاني. وبالفعل عدت السنه الاولى محاولات، ما كانش بيعرف بس ما حصلش محاوله فعليه انه يهجم. ده كانت سنه 22، ومن بدايه 23 ثلاث محاولات غير المره الاخيره، يعني 4 محاولات. ازاي كانت محاولات الخطف؟ اول مره كانت في 4/3، طلع لنا كده في الشارع لابس كمامه وكاب وطلع جري على بنته وشالها، وكان معاه ناس ثانيه ورا بس ما لقاش الصغيره. فوقتها برضو انا طلعته البيت، بس صراحة عشان أنا كنت خايفة فجبنا جيران وشافوا الواقعة، وهو كان قايل لنا إنه مسافر، فطبعا برضو عملت بيها محضر، بس جبته البيت وقعد معانا واتكلم مع البنت وقالت له أنا مش عايزة أروح. قدرتي تاخدي البنات؟ اه ما هما معايا. ما كانش خدهم وجري بقى. دي كانت أول محاولة. تاني محاولة كانت في 21/3، البنات راجعين من مدرستهم تحت البيت، راح جاري عليهم وبيحاول يشد البنت. البنات اترعبوا بقوا عمالين ينزلوا جسمهم في الارض وهو يشد لحد ما البواب شافه قال له ايه يا استاذ ده عيب اللي حضرتك بتعمله ده. فحصل مشاده ما بين البواب وما بينه وطلع البنات وعدت بسلام. دي تاني محاوله؟ اه 4/3 21/3 دي كانت تاني محاوله في نفس الشهر. 23 في نفس الشهر فعمل بيها محاضر. تالت محاوله؟ تالت محاوله دي كانت رهيبة. يوم 18/8 كان يوم عيد ميلاد بنتي، وخدتهم علشان نتعشى بره وراجعين. أول ما وصلت عند العربية بتاعتي لقيت عربيتين جايين بيجروا ورا بعض. واحدة راحت مهدية عليا، أول أنا كنت خلاص بقى عند العربية بتاعتي هنا وهدت جامد، ولقيته طالع هو والمتهم اللي هو محبوس دلوقتي اللي اسمه سامح، هما الاثنين وفي معاهم ناس تانية. بس طبعا أنا من الرعب والصدمه ما بقتش شايفه هو ايه ده. فشفته قدامي بقيت يعني قعدت استغيث، اتبهدلنا ساعتها بقى عمال يكتم في نفسي، والبنات قعدت تصرخ وتقول له يعني بابا ايه يعني، بقوا مش مصدقين ويزقوه من عليا. شربي اتفك والناس اتلمت في الشارع، وكان يوم يعني انا جسمي كله ساعتها كنت حاسه ان انا هيحصل لي حاجه فعلا. عملتي محضر بالواقعة محضر دي؟ وجات عربيه مرور جريوا. بس الواقعه دي كانت من برضو صعبه جدا. اخر واقعه بقى وهي دي بتاعت الاسانسير. دي اللي كانت يوم 13 ديسمبر، ودي الحقيقه خلاص بقى انا مش قادره اسكت على اذى البنات اكتر من كده. حقهم فين؟ يعيشوا في رعب وازاي كده؟ هو احكي لي بقى هنا حصل ايه؟ هو جاي يزورهم ولا ايه بالظبط؟ لا يوم 13 لو يكون معانا الفيديو يا جماعه، يوم 13 ديسمبر هو مش جاي يزورهم. ده احنا اكتشفنا انه طول السنه دي هو بيأجر شقه مفروشه في الشارع اللي احنا ساكنين فيه، واحنا مش دريانين مش عارفين. هنا البنات هم اشرحي لنا الفيديو. راجعين البنات من المدرسه، طلعوا اول ما وصلوا على الدور ال 11. انا عايزه بس ناخد بالنا من التوقيت اللي الراجل المجرم حاطط ايده على بق البنات ومناخرهم
علشان بعد شوية هنشوف البنت بترفس برجليها ترفيسة موت. دي كان ممكن بالزبط. تموت فيها بالظبط. اي واحد من دول ابوها اللي ولا هو بدأن ده ابوها، والتاني ده المجرم اللي كان معاه وعليه قضية مخدرات كمان. هو بيصرخ بيقول لهم ايه بقى هنا؟ مش عارفة طبعا كان بيقول لهم ايه. اما البنات يا حبايبي ما لحقوش، حاولوا يستغيثوا من الخضة طبعا والمخدر وقعهم، فخلاص فقدوا الوعي مش قادرين ينقذوا نفسهم. فحاجة انا يعني والله مش قادرة اتخيل يعني ازاي اتعرضوا لكل الرعب دوت. حصل ايه بعد كده؟ يعني هو دلوقتي نزلوا من الاسانسور، بعد الاسانسور بعد كده حصل ايه؟ هو هيطلعوا تاني الدور ال11، حد من الجيران شافهم قالوا لهم دول عندهم تسمم، وانا واخدهم اعملي لنا الاسانسير بسرعه، فعملتهم نزلوا وجريوا تحت كده. البنات خلاص تم تخديرهم. اه هو بيقفل الباب عشان الباب ما يتفتحش. عشان محدش يفتح عليه.